أنا كوني عضو في مجلس الإدارة وعملت معاهم تقريبا بخلص الحين سنتين من دخلت معاهم مجلس الإدارة. إحنا أول شغلة اشتغلنا عليها اللي هي التشخيص. إحنا للحين في قصور في البحرين على مستوى تشخيص الاضطراب، يعني للحين في أهل مثلا يعرفون مثلا طفلهم في خلل في مشكلة بس مو عارفين وين يروحون للتشخيص. قوائم الانتظار ترى طويلة في الطب النفسي، يعني ممكن 6 شهور حتى تقيم بس طفلك قوائم. وثاني شيء في قصور في التشخيص، يعني شفت الطريقة اللي تشخص فيها عبد العزيز، أنا ولدي ما تشخص بنفس الطريقة. أنا ولدي انشاف من الدكتورة لمدة 2 يوم ل10 دقائق بس، وعطتني تقرير من 2 سطر قالت لي إن ولدش مصاب باضطراب طيف التوحد نقطة. هم قالوا لي عن هاي اللي انه ياخذون اسبوع وانه يتم ويشخصونه، هاي ما سووا حق ولدي. قالت لي كل الاعراض واضحه فيه وهو اضطراب في يصاب خلاص، انه هو من 2-3 مرات لمده 10 دقائق عندها في المكتب قالت لي انه هو مصاب باضطراب طيف التوحد. احد الاسباب اللي يخلي اغلب العوائل تدخل مرحله الصدمه. ثاني شيء ما في تاهيل نفسي حق الاسر، إيه لأن ما في تأهيل. يعني عطتني ورقة قالت لي هذه كل القائمة للمراكز، إذا طفلك احتاج أدوية، لأن بعض التوحدين يحتاجون أدوية لأنهم يكون عندهم مثلا الغضب أو فرط نشاط أو اضطرابات في النوم، يعني عندهم اضطرابات متعددة ممكن يحتاجون إلى الأدوية. فهي قالت لي لو يحتاج أدوية ممكن أن أنت تينا موعد ثاني. إن أنا خلاص خذيت هاي التقرير من 2 سطر وطلعت، فهاي شيء طبيعي ان الام راح تدخل في مرحله صدمه. شنو راح اسوي ما بعد هاي التقرير؟ شنو راح اسوي؟ صح ولا لا؟ صح. من ناحيه نفسيه من راح ياهل هذه الام؟ من راح ياهل هذا الاب؟ شنو راح نسوي في هاي الطفل؟ شلون راح نتعامل مع هذه الطفل؟ فهاي المفروض يكون في نقطه، يعني مثل ما نقول ستيب ثانيه، إنه تأهيل نفسي حق الوالدين. ثاني شيء تأهيل حتى تعليمي تثقيفي، إنه شنو هو اضطراب طيف التوحد، إنه كوالدين نبي نعرف.